ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات هي ظاهرة عالمية مع الأسف. هذا مشكل كيعيشوه النساء في العالم كله، كيف ما كانت الجنسية ديالتهم، اللون ديالهم، ولا السن ديالهم، أطفال ولا نساء كبار كيتمارس عليهم، وكيف ما وهذا العنف كيتمارس عليهم في كل الفضاءات، من الفضاء المنزلي للشارع للعمل اكسيتيرا. فالهدف هذه حملة ديال الأمم المتحدة، حملة الكاتب العام ديال الأمم المتحدة ديال 16 يوم كتبدأ نهار 25 نوفمبر اللي هو اليوم العالمي ضد العنف ضد النساء، لمحاربة العنف ضد النساء، وكتنتهي يوم 10 جانفير اليوم العالمي لحقوق الإنسان. مدة 16 يوم كيتكتفوا الجهود والتحسيس والتعبئة من طرف كل الأطر والهيئات باش أنهم يعملوا نشاطات وجهودات من حيث هذا القضاء من العنف. هذا اليوم هذا هو يوم مهم جدا من أجل التنديد بالعنف، من أجل مكافحة العنف ضد النساء، لأن هذا العنف هذا كما قلت وسيلة لتمديد الظلم ضد المرأة، وبالتالي لا بد من إيقافه وإعادة النظر في الرجولة. أقول بشكل بسيط أن الرجولة الحقيقية هي رجولة غير معنفة للمرأة. العنف هي ظاهرة متفشية في المجتمع العالمي، واحدة على ثلاثة بحال اللي قالت الإحصائيات تتعرض للعنف، واحدة على ثلاثة المرأة، 70% من النساء تعرضوا للعنف وللتحرش الجنسي في السنوات اللي تعيشوا فيها. هذا شيء اللي هو ظلم بالنسبة للمرأة، اللي المرأة خرجت للمساحة الخاصة والمساحة العامة وكتشتغل وخرجت لميدان العمل، خصها تكون محمية من العنف الاقتصادي، العنف الاجتماعي، العنف السياسي، العنف الجسدي، حتى العنف الأسري اللي كاينين النساء تيتعرضوا عليهم في الأسر ديالهم، النساء اللي هما خادمة بيوت، نساء في العمل في الميدان القروي، النساء اللي كيكونوا كيشتغلوا في الحدائق. للأسف هذه الظاهرة اليوم خصنا نشتغلوا كاملين كمجتمع مدني، كحكومة، كمؤسسات، من أجل مناهضة هذه الظاهرة اللي المرأة كتحس بالحقرة، كتحس باللامساواة، وكتحس بالخوف والمعاناة، انها ما تتقدرش تخرج من دارها، ولو انها كتمشي تخرج تشتغل ولا كتمشي تخرج تدرس كتحس بالخوف. هذا اليوم هذا ما هوش حفل، هو مناسبه باش نعبروا بالوجود ديالنا، بالمواقف ديالنا، بالتبادل مع اللي هما حاضرين، على المسانده ديالنا لمشي البدء، ولكن لتقويه كل الوسائل الممكنة لمحاربة العنف. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.